هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون كمان لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفي النهاردة أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وكمان في أمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء، وبتمتد لحد شمال محافظة البحر الأحمر. وفي كمان فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية على شمال ووسط الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. طبعا احنا فاهمين ان احنا في فصل الخريف، واللي بدا في 23 سبتمبر اللي فات ومكمل معانا لحد 30 ديسمبر اللي جاي، وانه الاحوال الجويه طول الوقت بتتغير، وفي يعني تباين في درجات الحراره ممكن يوصل لست وثمان درجات. فكلمينا عن احوال الطقس اليومين دول، وهنعمل ايه في امطار، في شبوره، نتعامل معاها ازاي؟ بالفعل يمكن احنا كلنا بنشعر باختلاف درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل. فترات النهار بنحس بالاجواء المائله للحراره او الاجواء الدافئه، فتره النهار فترات الليل بنحس بالاجواء المائله للبروده. اغلب مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، بتاثر على اغلب مناطق الجمهوريه ما عدا المناطق الجنوبيه، بتاثر بكتل هوائيه قادمه من على البحر الاحمر، كتل هوائيه جنوبيه شرقيه، مع وجود كمان التيار النفاث اللي بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظات شمال ووسط الصعيد، بعض المناطق كمان من سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر. مع وجود التيار النفاث هيكون في طبعا فرص لسقوط الأمطار، ويمكن بدأت بالفعل خلال ساعات الصباح على بعض المناطق من أسيوط وسوهاج أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد. أيضا هيستمر فرص سقوط الأمطار، يمكن هيكون اليوم أقل من أمس على المناطق الساحلية، هتكون أمطار خفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية، أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري. فيما عدا ذلك كل مناطق باقي مناطق الجمهورية فيها استقرار في الأحوال الجوية، فيها أجواء خريفية مستقرة خلال فترات النهار. طقس فترة النهار نقدر نوصفه أنه طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب شمال الصعيد، معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، حر على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار. وزي ما ذكرنا فترات الليل في أول ساعات الليل الأجواء لطيفة، في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة، خاصة كمان مع وجود نشاط رياح على فترات متقطعه من ساعات الليل، ده بيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره ونحس اكتر كمان معاه بالاجواء المائله للبروده. العظمى اليوم على القاهره الكبرى هتكون 28 درجه مئويه، ده تعتبر حول المعدلات الطبيعيه، وهيستمر معانا غدا الجمعه. مع يوم السبت ان شاء الله يكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه، وهيستمر معانا باقي ايام الاسبوع القادم ان شاء الله. كمان مع يوم الاحد القادم فرص الامطار هتزداد كميتها وتتقدم للمناطق الداخليه، وتكون أمطار خفيفة متوسطة على كل المحافظات الساحلية وأيضا محافظات الوجه البحري. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا، ودلوقتي بعد ما عرفنا تفاصيل أحوال الطقس النهاردة ولحد يوم الحد اللي جاي، خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى 28 والصغرى 22، العاصمة الإدارية العظمى فيها 28 والصغرى 22، اسكندرية 26-19، العلمين الجديدة 26-20، مطروح 26-19، دمياط 27-20، بورسعيد العظمى 26 والصغرى 20، إسماعيلية 29-19. السويس العظمى فيها 28 والصغرى 22، العريش 27-19، كاترين 24-12، طابة 29-21، حلايب 30-24، شلاتين 33-24، شرم الشيخ 33-23، الغردقة 31-22. الفيوم العظمى 28 والصغرى 21، بني سويف 29-20، الوادي الجديد 32-17، أسيوط 30-16، سوهاج 31-18، قنا 35-21، الأقصر 34-20، وأسوان العظمى فيها 35 والصغرى 22. وكده عرفنا تفاصيل الطقس النهارده ودرجات الحرارة المتوقعة كمان النهارده، ونكمل مع شاذلي ومنا باقي فقرات صباح الخير يا مصر.